اليوم 3 أكتوبر تشرين الأول من عام 1973، تقترب ساعة الحسم للإذن بالعبور العظيم. الصحف المصرية تواجه الأنظار بعيداً إلى عواصم العالم. الجمهورية تحصل على حديث خطير مع شاه إيران رضا بهلوي الذي ينصح أمريكا بسياسة متوازنة في الشرق الأوسط. وتتناثر الأخبار عن الجولات التي يقوم بها مسؤولون مصريون رفيعو المستوى إلى عواصم عربية وأجنبية كبرى. لا أحد يعرف هل الجولات لحشد الدعم الدولي لموقف مصر تجاه معركة قادمة والحصول على دعم سياسي ودبلوماسي، أم لتشتيت الإسرائيليين، أم لهذا كله؟ وفي الداخل لا تزال الصحافة تشيد بقرار الرئيس السادات بسحب قضية تظاهرات طلبة الجامعة. بدا قرار السادات وكأنه تسكين للاحتقان الداخلي نتيجة المطالبة الطلابية بإنهاء حالة لا حرب ولا سلم وتعجيل بمعركة حاسمة. السادات يمتص الغضب وكأنه لا يفكر في الحرب مطلقاً. وكانت أخبار الفن لا تزال ساطعة. تناقلت الصحف مع صباح ذلك اليوم خبر تأدية الفنانة شادية بروفات أغنية جديدة من كلمات عبد الوهاب محمد وتلحين حلم بكر. وفي الرياضة كان الإعلان عن اجتماع حاسم في اتحاد الكرة في 8 أكتوبر تشرين الأول هو الخبر الأبرز للنظر في شؤون الكرة المصرية. كما ظهرت أخبار أخرى عن استعدادات نادي الاتحاد السكندري لمواجهة مرتقبة مع الزمالك واستعانة المصري بمدرب أجنبي. تقترب ساعة الحسم، لكن الصحف تواجه الأنظار إلى كل الأشياء الأخرى إلا المعركة التي ستدك حصون العدو.